نرجع تاني مع عامر عامر الحارس المميز جدا جدا، وانا سعيد جدا اللي هو معانا النهارده في كوره كل يوم. وكنت سالته قبل الفاصل عن كابتن عصام الحضري كمدرب، كان اول تجربه ليه كمدرب في نادي سيراميكا تمام مع كابتن ضياء السيد، وبعدين انتقل لتدريب منتخب مصر. شايف كابتن عصام الحضري المدرب ازاي؟ بص، الفتره اللي مسكه فيها، الفتره اللي مسكنا فيها شغله شغل تقيل شويه، شغله تقيل في الملعب شويه، بس هو بدني يوقفك على رجلك، انما الشغل نفسه تقيل قوي، مش قوي، ومش اي حد يعني يستحمله. مش اي حد يستحمله. ايوه، بس الفتره هي فتره، كانت فتره قصيره جدا، حوالي 3 شهور او 4 شهور، فيعني ما طولناش اكتر من كده. فهي الشغل بس اللي اشتغلته معاه كان تقيل شويه، تقيل. هو لسه طبعا كان اول تجربه كمان، فعايز يدي كل حاجه بالظبط، ان هو كان حارس طبعا حارس تاريخي يعني. هو عنده حته التدريب دي عنده، لا عنده حاجات كتير جدا ممكن بيطلعها. يعني بيعرف يعمل تمارين، بيعرف يعمل تدريبات، بيعرف بيجي من قبل الفرقه بنص ساعه، بيشتغل، بس بيشتغل حمل بعنف، بعنف شويه يتعوروا او ما عندهمش الخبره. بالظبط، لو ما عندهمش الخبره ممكن يتعوروا، بس يعني انا عشان عند خبرتي الحمد لله في الحته دي كويسه جدا، كنت بعرف يعني تهدي فين، اهدي فين واشتغل فين والحاجات دي كلها. شايف، فاكر الموقف بتاع محمد الشناوي وماتش ليبيا والاصابه تمام. يعني شايف ان ده كان من التدريب ولا كان موقف في مباراه؟ انا ما كنتش موجود معاهم، فمش عارف التفاصيل، بالظبط تكون ايه. ممكن يكون حمل، ممكن محمد الشناوي يكون جاي في حمل اصلا، اللي جاي منتخب، الله اعلم بالتفاصيل. لا مش عارف بالظبط التفاصيل كانت.